معكم نبيل الزوفر كاتب العام لجمعية مارشيكا لرياضة الصيد بالقصبة والبيئة. اليوم كان تواجدوا هنا في شاطئ ميامي بنينصار بالناظور. حاليا كنحضروا لواحد المسابقه في رياضه السيرف كاستين، وخصوصا في ما يسمى باللون كاستينغ، اللي هي ماشي الصيد وانما الفكره انك تلوح لابعد مسافه، الرمي بالثقل لابعد مسافه. حاليا كما كتشوفوا الاخوان حنا كنوجدوا لهذه المسابقه هذه، اللي من خلالها غادي نعرفوا الابطال ديالنا و الهواة اللي معنا بصفة عامة ديال هاد الرياضة هادي، شحال كيلونسيو المسافة، شحال البعد نتاع المسافة تاع لا ديستونس اللي كيلونسي منها، من نقطة اللي كيلونسي حتى فين كيطيح ما يسمى بالبلومب، يعني البلوم. شكرا سي سمير. عليكم السلام. سي محمد هذا مشترك معنا، شحال كاع من المترو اللي غتوصل سي محمد؟ والله اعلم بعلمه. شحال كتظن كاع؟ ما نقدرش نقول لك. دابا حنا ملي كنكونوا كنهضروا بيناتنا، شي كيقول 150، شي 200، شي 120، شي 80، شي 100، ولكن حاليا دابا اليوم اللي غادي تكون المنافسه ما بين الاخوان، اليوم غادي نعرفوا الانسان شحال كيوصل. فاش كتمشي للمصيد شحال كتوصل كاع في اللونس ديالك؟ ما عمرو عرفت شحال غادي يوصل اللونس، والله ما نقدرش نقول لك، ولكن اليوم غادي نديو التجربه ان شاء الله غنشوفوا. السي عبد الله الطباخ ديالنا، السي عبد الله خصك توجدنا شي شهوه تكون فعلا تاركه ان شاء الله. ان شاء الله. وكان معنا السي فيصل والاخ عزيز، مرحبا بالاخوان اللي حاضرين معنا هنايا. السلام عليكم، معنا السي حكيم رئيس جمعيه مارشيكا لصيد بالقصبه. السي حكيم، اليوم كتواجدوا هنا في لابلاج، شنو هي الاهميه ديال هذه المسابقه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا بعدا كنشكروا الناس اللي جاوا باش يشاركوا معنا، الاعضاء ديال الجمعيه المنخرطين. اليوم ان شاء الله عندنا واحد النشاط ديال الرمي بالقصبه، الرمي بالثقل اللي هي اللونغ كاست. ان شاء الله غادي نحاولوا اليوم نكتشفوا شحال كنلاصي كل واحد، لانه ديما كنقولوا راه كنلاصي قدا، ولكن حتى شي حاجه ما مؤكده، لانه اليوم ان شاء الله غادي نحطوا النقاط على الحروف وغادي يعرف كل واحد شحال كيلانسي ان شاء الله. والبدايه غتكون من هنا واحد نص ساعه ان شاء الله وانا كنوجدوا. السلام عليكم. سي ميمون سليمان الرئيس. زائد 50 مسك 48 49 اقشى 50 يكذوا 50 صافي اقشى 50 روح يا اخويا انا بيرويا موقف عصام سيد اقش دتي كان يعني تكسني هندي تكسني بوليس انا دايا واحد، اثنين، ثلاثة، اسمي.
مامون عدو 155 مترو. بارك الله على السي المامون. دير له الهديه ديالو. صور صور. اللهم بارك. الصحة والراحة. غير متوقع غير متوقع. نبي نبي. المرتبة الثانية نبيلة زدفر 153.60. زين السي نبيل زين. بارك الله على السي نبيل. بارك الله عليك. المرتبة الثالثة علي بن محمد 149.60. المرتبة الثانية بالنسبة للدقة محمد المقدم جاب هو الأول، سميرة خارويد هو الثاني، عزوز سبيبيح هو الثالث. هذا بالنسبة للدقة.